نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. الجلسة النيابية مخصصة للموازنة، غير أن كلمات النواب حادت عن ذلك وتناولت شؤونا سياسية وأمنية وقضائية ومناطقية، ولم توفر الكلمات الأسير والأسرى والسجلات وما قيل قديما وما يقال حديثا. والموازنة ستقر بالتأكيد قبل الخميس. وقال خبراء ماليون ليت كلمات النواب شملت بالأرقام بدل الحروف. وفي شأن آخر، مجلس الوزراء في جلسته المقبلة سيشهد فصلا من المماحكات أو اللامبالاة، لكن وضع تلفزيون لبنان المالي والإداري سيفرض نفسه انطلاقا من ناقوس الخطر الذي يدقه وزير الإعلام ومعه العاملون في التلفزيون، الذي يفتقر إلى وجود من يوقع المعاملات، أي رئيس مجلس الإدارة. وعلى الرغم كل الكلام على اليوميات السياسية وزارية كانت أم نيابية، فإن من خطف الأضواء اليوم فتى قتل والده وزوجة والده وناطور المبنى، وأصاب ثلاثة آخرين برصاص بندقية بومب أكشن. والجريمة هذه لم تتوقف عند فظاعتها فقط، ولا عند ما هو صحيح أو غير صحيح بأن الفتى الجاني يتعاطى الحبوب المخدرة، وإنما نتوقف عند سؤال ما يفقهون بعلم النفس والاجتماع، وهو: هل المسؤولية عند المسؤولين تتعلق بالسياسة ومتفرعاتها وهم لاهون عن التثقيف والتحصين للشباب والفتيان؟ من زاروب البغدادي في زقاق البلاط نبدأ تفاصيل النشرة. استفاقت منطقة زقاق البلاط وسائر أحياء بيروت على جريمة مروعة، ظن البعض للوهلة الأولى أن أحداثها مقتبسة من أحد أفلام الرعب الهوليودي. المجرم فتى في 15 من عمره، وأول ضحاياه والده. وفي التفاصيل، فقد أطلق فتى من اليونس من مواليد 2003 في منطقة زقاق البلاط عند 6:15 صباحا النار من بندقية صيد على والده محمد، فقتله على الفور. ثم خرج الجاني من منزله مطلقا النار في اتجاه ناطور المبنى المجاور المدعو منصور أحمد عبد السلام، سوري الجنسية، فأصابه وما لبث أن فارق الحياة في مستشفى الجامعة الأمريكية. كما أصيبت زوجة الناطور سلوى العلي وهي في حالة حرجة. ثم أطلق الجاني النار باتجاه علي محمد المرعي، سوري الجنسية، فقتله أيضا. وقد أصيب ثلاثة أشخاص آخرون لم تعرف هوياتهم لحظة الجريمة. وعلى الفور حضرت القوى الأمنية إلى المكان وأوقفت مطلق النار وضبطت السلاح المستخدم. هذا وأوعز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حصباني إلى المستشفيات كافة لاستقبال مصابي حادثة إطلاق النار وتقديم الإسعافات والاستشفاء اللازم لهم على نافقة وزارة الصحة. وكما في كل جريمة يعاد طرح الأسئلة حول تفلت السلاح العشوائي وبكثرة بين أيدي الناس، وعن ضرورة وضع حد لتفشي هذه الظاهرة ووضع ضوابط لمنح رخص السلاح. بعد غياب مشاريع الموازنة عن البرلمان 12 عاما، اليوم شرع مجلس النواب بجلسات مناقشة مواد مشروع موازنة 2017. جلسة النهار رفعت إلى 6:00 مساء اليوم، وكل التفاصيل مباشرة من مجلس النواب مع الزميلة نوال أشقر سلمان. نوال، هل كلام الليل يكمل كلام النهار؟ في الواقع جلال، كلام الليل كان هناك مقاربات اقتصادية أكثر منها سياسية، في حين أن كلام النهار طغت عليه المقاربات السياسية في أكثر من كلمة، لا سيما في كلمتي النائب أنطوان زهرة والنائب أحمد فتفت في هذه الجلسة المسائية التي استؤنفت عند الساعة 6:00. أبرز الكلمات كانت كلمتا النائبين غازي يوسف وجورج عدوان. النائب غازي يوسف تحدث يعني بلغة اقتصادية وبمقاربة اقتصادية شاملة عن الواردات والنفقات ومجمل الاقتصاد اللبناني وليس فقط بموازنة العام 2017، قائلا: مضى أكثر من عقد على مناقشة آخر موازنة، ومع اعترافي بأهمية هذه التسوية أو التوافق السياسي الذي أدى إلى إنجاز أو إلى مناقشة هذه الموازنة اليوم، لو كان مثل هذا التوافق قد حصل أيام حكومات الرئيس
السنيورة وحكومة الرئيس الحريري الأولى لكنا أقرينا موازنات السنوات الماضية ولكنا وفرنا هذا الجدل بالإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية ولكنا أسهمنا في انتظام المالي العام والحد من تضخم الدين العام. وأضاف يوسف ما ترصده الموازنة اليوم على ما يعني ما تنفقه على البنى التحتية هو أقل بكثير من المطلوب، لا يشكل 3% من الناتج المحلي فقط وهو رقم غير قادر على أن يحسن الوضع الاقتصادي. وفي مداخلته قدم رؤية لكيفية تحسين الواردات عبر وضع حد للتهرب الضريبي وأيضا عبر إقفال المعابر غير الشرعية أمام السلع وصياغة نظام ضرائب جديد في العام 2018 قائلا نسير بخطى ثابتة نحو الهاوية وعلينا أن نتوجه إلى إنفاق استثماري يحفز النمو عبر مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. النائب جورج عدوان في كلمته في الواقع فجر مفاجأة أو يعني تصويب على مصرف لبنان، انتقد يعني أداء مصرف لبنان وقال أن هذا المصرف لا يدفع المستحقات المتوجبة عليه لخزينة الدولة. وأيضا قال النائب جورج عدوان هناك منذ 20 سنة لم يدفع المصرف المستحقات، من المسؤول عن هذا الوضع؟ وعلى وزير المال أن يقوم بالاطلاع وأن يقوم بالكشف على حسابات المصرف المركزي. لا أحد يتحدث بالموضوع وأنا أقول لكم لماذا، لأن علاقات وامتدادات المصرف ومسيراته كبيرة والمصالح الكبرى المرتبطة بوضعه تمنع من الكلام. هنا طبعا النائب أحمد فتفت اعتبر هذا الكلام خطير ويعني يشكل نقزة ويجب معالجة هذا الوضع بسرعة كي لا تكون له أي تداعيات سلبية على المواطن وعلى مجمل الوضع. كذلك الرئيس نبيه بري يعني طالب بلجنة تحقيق البرلمانية في هذا الموضوع. هنا قال النائب جورج عدوان خلال 48 ساعة سأتقدم بطلب لجنة تحقيق برلمانية. أيضا تحدث عدوان عن مصالحة الجبل وقال ليس لأننا في زمن الانتخابات كل مرشح يجول ويستنفر العصبيات، هناك مصالحة تمت بالجبل بعد مئات السنين من المآسي نحن نتمسك بها نؤكد عليها كل يوم وسنعمل كل ما بوسعنا لنكرسها أكثر وأكثر لأن استقرار الجبل هو من استقرار لبنان وإذا اهتز استقرار الجبل لا مصلحة لأحد بذلك. إذن جلال هذه هي أجواء الجلسة المسائية. أود أن أشير إلى أنه كان هناك 28 نائب على لائحة طالبي الكلام، تحدث في الجلسة الصباحية 9 نواب وفي هذه الجلسة 4 نواب، يعني بقي حوالي 15 نائب على لائحة طالبي الكلام. عودة إليك جلال. شكرا نوال سلمان من ساحة النجمة. مسار جلسة النهار في المجلس في التقرير الآتي. مشهد افتقده المجلس النيابي منذ 12 عاما هي الموازنة العامة لعام 2017 تحط ريحها في الهيئة العامة. جلسات الموازنة تنقل على شاشات التلفزة مباشرة وسط توسع مروحة طالبي الكلام من النواب. في الجلسة الصباحية تعاقب على الكلام 9 نواب. استهلت الجلسة بتنويه من رئيس المجلس نبيه بري بعمل لجنة المالي والموازنة ثم تلاوة تقرير اللجنة من قبل رئيسها النائب إبراهيم كنعان الذي فند النفقات والواردات والتعديلات والإعفاءات الضريبية والوفر الذي حصل من جراء تخفيض المساعدات الممنوحة للجمعيات، لافتا إلى واجب الحكومة الدستوري والقانوني بإنجاز قطع الحساب. أول المتحدثين الرئيس نجيب ميقاتي انتقد خلو الموازنة من الرؤية الاقتصادية الاجتماعية والإنمائية وافتقادها إلى مشاريع البنى التحتية وخلق فرص عمل، كما وتفتقد إلى تحديد مكامن الخلل والفساد. كلمة مطولة للنائب أحمد فتفت انتقد خلالها مشاركة حزب الله في الحرب السورية وصوب على سلاح الحزب الذي استعمل في الداخل مستغربا كيف يتم تمويل المحكمة بالمواربة، كما انتقد ما سماه الاعتداء المتواصل على دول الخليج والمملكة العربية السعودية التي وخلال 70 عاما لم تمول ميليشيا بل مولت إعادة الأعمال.
الإعمار والإنماء، كما انتقد الوزير جبران باسيل من دون أن يسميه قائلا: نقول عن أنفسنا عنصريين، وهذا يزيد التوتر، وما سمعناه عن نبش القبور وكأن هناك من اشتاق للحرب الأهلية. النائب علي فياض قال: أرفض الدخول في هذا السجال، هناك اتجاه لتوتير البيئة الداخلية، وهناك ضغوطات على البعض لاتخاذ مواقف تصعيدية، ونثمن مواقف بعض المرجعيات التي تمانع هذه الضغوط، وطلب بتهيئة لبنان لمرحلة إعادة إعمار سوريا ومعالجة ملف تلوث نهر الليطاني. النائب أنطوان زهرة رفض العبث بالعقد الوطني قائلا: البعض يشتهيه نبش القبور والتاريخ، ربما ليسجل نفسه بصفحات التاريخ. هناك محطة كبيرة بحجم التاريخ قام بها كبار ومنهم البطريرك صفير، لا نقبل أن تكون محل جدل. وأضاف: الجبل ووحدته لا نقبل أن يكون موضوع شك. أنا المسيحي، أعلن باسم المسيحيين أن مشروعنا الدولة وليس حصتنا في الدولة. النائب نبيل دفريج لفت إلى أهمية تقديم اقتراحات تتناول مشروع الموازنة لعام 2018، لأننا نناقش موازنة على مشارف انتهاء السنة المالية، ودافع عن جدوى التعاون مع UNDP. النائب ياسين جابر لفت إلى الحاجة إلى إصلاح بنيوي، في حين أن القوانين الضرورية لإجراء الإصلاحات أقرت ولم تنفذ، منها قوانين الاتصالات والكهرباء والطيران المدني. النائب علي المقداد أثار حاجات بعلبك الهرمل الإنمائية، مطالبا الحكومة بإلاء المنطقة حصتها في الموازنة ومنها سد العاصي. النائب فادي الهبر سأل الحكومة عن الخطة الاقتصادية لتأمين استقرار اقتصادي متطور، وسأل أين التوازن المعيشي بين القطاعين العام والخاص بعد زيادات السلسلة. كلمة مطولة للنائب خالد الظاهر صوب خلالها على حزب الله قائلا: هذا السلاح سبب البلاء، وهل سقوط أبناء الجنوب في سوريا يخدم العقيدة أم لتقوية مشروع فارسي في المنطقة؟ كما صوب على حكومة الثقة وسأل أين الحكومة من الاستعراضات العسكرية، وقال: أحمد الأسير لا تتم محاكمته وفق الأصول. ضحكات متبادلة بين الرئيسين بري والحريري جعلت الظاهر يسأل عن السبب، فكشف الرئيس بري ممازحا: أرسلت ورقة إلى الرئيس الحريري اقترحت خلالها أن يتخلى عن حكومة الثقة، بل كي بتخلي سبيلنا. بدي أقول لك شو بعدت له، قلت له أقترح عليك أن تتخلى عن الثقة، بل كي بيخلي سبيلنا. ما رح أخلي سبيلكم. ولكن الظاهر بدوره ضحك وأكمل كلامه. على صعيد آخر، جلسة صباحية ثم خلالها انتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء ورؤساء اللجان من دون أي تعديل. هل تتأثر قروض الإسكان المدعومة من مصرف لبنان بالإجراءات الجديدة التي طرحها حاكم المصرف؟ كل التفاصيل مع ندى الحوت. في الفقرة الاقتصادية سوف نطرح موضوع تعليق القروض المدعومة من قبل مصرف لبنان، ما هي الأسباب وما أثر ذلك على الحركة الاقتصادية وعلى الشباب اللبناني؟ ومعنا في الاستوديو أستاذ روجيه ملكي، حضرتك كمحلل مالي اقتصادي، اليوم شو هي الأسباب برأيك؟ مصرف لبنان صراحة من شغلته هو يفوت بهيك قروض، بقى بس فيت فيها ما بدي أقول مضطر، لأنه ما في غير سبل، ونحن اليوم عندنا تأخر كتير اقتصادي. يعني نحن اليوم في قادمين على ثورة صناعية جديدة 4.0 4.0، هيدي هل نحن ما سمعين فيها، منا محضرين لكل بلدان العالم اليوم عم تتحضر لهال كل الإليات الإنتاجية الجديدة يلي نحن كتير بعاد عنا لسوق الحال. بقى مصرف لبنان حب يواكب هالتطورات هيدي، ومن هيك صار في تدخل. هيدي من نقطة. في نقطة تانية، القطاع العقاري نحن بنعرف عنده صعوبات، وعنده صعوبات تصريف، كمان تدخل مصرف لبنان، كمان مصرف لبنان تدخل بهالإطار. هيدا هالتدخلات صار فيها تسرب الأرجح، يعني ما عندي كل المعطيات صراحة أنا. تسرب بالإدارة، من هيك حب مصرف لبنان يضبط، يرجع يضبط، لأنه صار في ما نحن اللي متدين، هودي المصارف عم تتدين، حتى لو دفعت فوائد قليلة بس بالآخر لازم ترجع، يرجع لرأس المال. نعم. وتما يصير في تسرب وما يكون في ضغط سلبي على المصارف أنه توقف الدين، تقول لهم ما بدي بقى الدين، اضطر مصرف لبنان يرجع يعيد النظر بهالآليات
الاقتراض هيدي. نعم. من جملتهم قروض. هلا بس طبعا قروض مصرف الاسكان، قروض مؤسسة الاسكان، منهم بيتعلقوا بهيدي، لانه اذا في مؤشر كمان انه بعتبر انه هل ما في اي الغاء لهالقروض هيدي، مش من زمان، من كم اسبوع مصرف لبنان رفع سقف الاقتراض، كان 800 مليون ليره، رفعوا لمليار و200 مليون كاستدانه للاسكان. يعني بنظري ما في بالوقت الحاضر. هلا في كمان شو البديل اقتصاديا؟ شو اللي بتقترحه؟ البديل اقتصاديا اليوم ما في بديل، بده يرجع ينعاد النظر بهالشيء هيدا. هلا طبعا على المدى الطويل هل هو شغلة مصرف لبنان ولا مصرف الإسكان، هيدي بده ينوضع على خطة طويلة. بس أنا اليوم بنظري ما في أي توقف بإعادة أنه أو إلغاء تعميم 23 يلي على أساسه بنيت هالقروض هيدي. نعم. أبدا، بس في إدارة. في القصر الجمهوري الرئيس العماد عون تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد. شهد قصر بعبدة تقديم أوراق اعتماد 6 سفراء معتمدين في لبنان يشكلون الدفعة 9 من رؤساء البعثات الدبلوماسية الذين يقدمون أوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية. وتضمنت الدفعة 9 من السفراء سفير مملكة هولندا، سفيرة جمهورية كندا، سفير مملكة السويد، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، سفير مملكة ماليزيا، وسفير أنتيغا وبربودا. وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة ميرا ظاهر. ولدى وصول السفراء تباعا إلى القصر أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته. بعد ذلك حي السفير العلم، دخل بعدها إلى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه إلى صالون السفراء حيث قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس عون. ولدى مغادرة السفير بعد تقديم أوراق الاعتماد عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني، ونقل السفراء إلى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين. وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته إلى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية. التصنيف الموحد للجرائم وعقوباتها عنوان إطلاق دليل عدلي من السراي الكبير برعاية الرئيس الحريري دينا رمضان طبارة. إن السرايا تليق بالرئيس سعد الحريري ولا تليق بسواه، بهذه الكلمات التي تشير إلى التناغم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، بدأ وزير العدل سليم جريصاتي ممثل رئيس الحكومة حفل إطلاق دليل التصنيف الموحد للجرائم وعقوباتها في التشريع اللبناني في السرايا في حضور كبار القادة الأمنيين والقضاة. دولة الرئيس سعد الدين الحريري الذي يسكن سنايا القلب كما يسكن كل زاوية من زوايا هذه السراي التي تليق به وقد لا تليق بسواه. هذه التسوية الكبرى. يشكل هذا الدليل أداة إرشادية بيد كل قاض يستقصي الجرائم أو يحقق فيها أو يدعي أو يدين مرتكبيها، بدءاً طبعاً من النيابة العامة التمييزية مرورا بالنيابات العامة الاستئنافية وقضاة التحقيق وصولاً إلى قضاة الحكم. ما من شأنه تسهيل عمل القضاة والمحامين في عملية تكييف الوقائع الجرمية المدلى بها أمامهم. بدوره حي وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الرئيس سعد الحريري لأن قرار إصدار الدليل صدر في حكومته الأولى وأبصر النور في حكومته الثانية، قائلا إن لبنان بفضل أجهزته الأمنية وقضائه هو واحد من أكثر الدول أمنا وأمانا في العالم. رغم الوضع اليائس والبائس والظروف اللي عم بيعيشوها النازحين السوريين واللي جايين منها، الحاجة الاقتصادية الملحة والفقر المدقع، وهذا حديث كان من كم يوم مع اللواء إبراهيم حول مسألة الدخول والخروج. هلأ بدي أحكي عنها.
نسبة الموقوفين السوريين لا تتجاوز على الإطلاق نسبة الجرائم المرتكبة من اللبنانيين. إذا قارنا العدد النازحين السوريين حتى المضخم مع الموقوفين بتلاقي إنه النسبة تقل عن 1.020%. وكانت رئيسة محكمة التمييز الجزائية القاضي سهير الحركي شرحت ماهية الدليل. جدد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع تأكيده أن عودة النازحين السوريين هو قرار سيادي لبناني، وقال من سيدني: حان وقت عودتهم إلى بلادهم، واصفا في لقاء أقامته الرابطة المارونية في أستراليا مصالحة الجبل بأنها أهم خطوة حصلت خلال 50 عاما الماضية، وبمبادرة طيبة من طرفي النزاع وبرعاية البطريرك صفير. ناس بتقاتل وناس بتصالح، اللي بيقاتل هو اللي بيصالح، ما هيك؟ وبالتالي صارت هالمصالحة نحن متمسكين فيها على الآخر، بنبذل كل شيء في سبيل الحفاظ عليها انطلاقا من أهميتها وانطلاقا من الوضع يلي وصل عليه الجبل من بعد هالمصالحة. نحن كتير مبسوطين بهالمصالحة، طبعا بعد بدها كتير شغل مش انت يرجعوا كل سكان الجبل على الجبل، وهذا مطلب الجميع، ما تفكروا مطلب مسيحي بس، هذا مطلب مسيحي ومطلب درزي. مشان هيك بتمنى على كل السياسيين بلبنان ياخذوا هالواقع بعين الاعتبار ونشتغل كلنا سوا بهالاتجاه. اكد وزير الخارجيه جبران باسيل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان مصالحه الجبل لا خوف عليها لانها بين الناس، وهي اقوى من ان تسقطها اليوم السياسه، ولكن العودة لا تكتمل إلا متى كانت نفسية وسياسية إدارية واقتصادية، وهي لم تكتمل بعد، وهذه هي الحقيقة. نحن سنعمل بالمصالحة من أجل إكمالها. في شأن آخر قال باسيل لمن لا يريد أن يفهم: لبنان لم يصوت لقطر ضد مصر باليونسكو، لبنان أبعد نفسه عن المشكلة كما ينص البيان الوزاري بعدما عجز عن تأمين التوافق العربي. في احتفال ميشدزاء فونديشن تشديد على ثقافة الديمقراطية، مؤسسة ماشي دياق فونديشن أقامت احتفال منتصف تشرين لتوزيع جوائز MCF ميديا أوردز في لبيال في حضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية والاجتماعية والثقافية والفنية. في المناسبة وجهت الدكتورة ماشي دياق تحية إلى كل صحفي وإعلامي يثابر يوميا للنجاح في مهنته وللدفاع عن أي قضية محقة، كما حيت جميع المصورين وجميع العاملين في الجسم الإعلامي مدينة أعمال العنف والخطف التي تستهدف الإعلاميين، ومنهم سمير كساب الذي لا يزال مخطوفا في سوريا منذ 15/20/2013. وإذ شددت على أهمية احترام حرية التعبير والديمقراطية الحقة، نوهت شدياق بالمساهمة المسؤولة لمواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت الوقوف دائما ضد الدكتاتوريات والمنظمات الإرهابية وأنظمة الإجرام. حضوركم معنا اليوم هو بمثابة تجديد لإيمانكم بالأسس التي قامت عليها المؤسسة، ألا وهي دعم حرية التعبير وترسيخ مبادئ الديمقراطية والفكر المستقل البناء في بلد لطالما كان منارة للإعلام في العالم العربي ووسيلة وصل بين الشرق والغرب. هل يجوز التحجج بأولوية الحفاظ على الاستقرار الداخلي والأمن القومي ومثل هذه التعبير المطاطة لقمع الحريات وإسكات الأصوات المعارضة؟ للأسف هذا ما يحصل مثلاً في تركيا التي تضم أقويتها أكثر من 200 صحفي سجين سلبت حريتهم بذرائع واهية بعد الانقلاب الفاشل الذي حصل في أيلول 2016، وهذا ما يحصل أيضاً لسوء الحظ في العديد من الدول العربية أجل العربية، حيث يغيب المئات من الإعلاميين والصحفيين عن الشاشات والصحف والإذاعات كي ينعم بعض ديكتاتوريين القدامى والجدد بملذات الحكم من دون أي إزعاج. جائزة أنطوان شويري حازت عليها الفرنسية كريستين أوكان. جائزة الالتزام الصحافي بالقضايا الإنسانية كانت من نصيب مراسلة الحرب جانين جيوفاني. جائزة الشجاعة الاستثنائية منحت لفريق عمل ناتيف فويس فيلمز فيل كوكس جيوفاني ستوبوني داود حاري. جائزة التألق في صناعة الإعلام حاز عليها الشيخ وليد الإبراهيم مالك سلسلة قنوات MBC.
جائزة الأداء الإعلامي الاستثنائي نالها الإعلامي المخضرم عمرو أديب. العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم تناول الأوضاع وطرق التنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة في خلال لقائه فيليب لازاريني نائب المنسقة الدولية في لبنان. وبعد الظهر عقد في مكتب اللواء إبراهيم اجتماع أمني حضره قائد الجيش ومدير عام الأمن الداخلي ومدير عام أمن الدولة ومدير المخابرات، إضافة إلى المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر، وذلك في إطار الاجتماعات التنسيقية الدورية والمتابعة الأمنية والإجرائية لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد. فصل فنواصل. أحييكم من جديد. بغداد تضرب إقليم كردستان اقتصادياً بسيطرتها على حقول النفط، وبرزان يدعو البشمركة إلى تجنب حرب أهلية. في تطورات المواجهات في كركوك، نقل تلفزيون رودو الكردي عن زعيم إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني دعوته البشمركة لتجنب حرب أهلية في العراق. ميدانياً سيطرت القوات العراقية على معبر ربيعة الحضري مع سوريا بعد انسحاب قوات البشمركة، وذلك بعد سيطرتها على ناحية بعشيقة التي تقطنها غالبية من الأكراد الأزيديين شرق الموصل إثر انسحاب البشمركة. وكانت قوات أزيدية منضوية تحت ميليشيات الحشد الشعبي قد سيطرت في وقت سابق من اليوم على قضاء سنجار في سهل نينوى بعد انسحاب قوات البشمركة. وأوضحت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان أن مهمة حماية قضاء سنجار أوكلت إلى مقاتلي البشمركة الأزيديين، إضافة إلى مجموعات أزيدية أخرى منخرطة في ميليشيات الحشد لتجنب الاقتتال. كذلك قالت مصادر أمنية أن قوات البشمركة انسحبت من منطقة خانقين على الحدود بين العراق وإيران في الوقت الذي استعدت فيه القوات العراقية للسيطرة على مواقعها. من جهة أخرى، أعلنت قوات مكافحة الإرهاب سيطرتها على قضاء الدبس شمالي غربي كركوك، وبدأ عودة العائلات التي فرت الاثنين من منازلها بسبب الاشتباكات العنيفة. وكشفت قوات مكافحة الإرهاب أن عناصر من حزب العمال الكردستاني ارتدوا ملابس سوداء وتنكروا في زي تنظيم داعش وهاجموا قرى الدبس وأطلقوا النار على المدنيين مدعين أنهم عناصر تابعة للتنظيم. ووجهت بغداد ضربة اقتصادية لإقليم كردستان العراق بسيطرتها على جميع حقول النفط التابعة لشركة نفط الشمال بحسب ما أعلنته القوات العراقية. وقال ضابط كبير بالجيش العراقي أن قوات الجيش أتمت عملية للسيطرة على جميع حقول النفط التي تديرها شركة نفط الشمال الحكومية في كركوك. في أنقرة انفجرت عبوة بسيارة للشرطة التركية ما أسفر عن 12 جريحاً. كذلك قتل جنديان تركيان في هجوم شنه حزب العمال الكردستاني على مواقع للجيش التركي عند الحدود التركية العراقية المحاذية لقضاء الحويجة. قوات سوريا الديمقراطية الكردية تطهر الرقة من عناصر تنظيم داعش بسيطرتها على الملعب. الرقة خالية كليا من عناصر تنظيم داعش بعد أن تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تطهير المدينة بالكامل والسيطرة على الملعب البلدي آخر معاقل التنظيم في المدينة ورفع الراية وسط استاد الرقة حيث انتهى القتال. ويأتي ذلك بعد ساعات من طرد التنظيم من دوار النعيم الذي كان سكان المدينة يطلقون عليه دوار الجحيم أثناء سيطرة التنظيم الإرهابي الذي كان يستخدمه كمسرح لعمليات الإعدام والصلب وتنفيذ العقوبات، إشارة إلى أن الملعب والدوار وغيرها من النقاط الواقعة وسط الرقة شكلت آخر الجيوب التي انكفى إليها العشرات من المقاتلين الأجانب في صفوف داعش. وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هؤلاء استسلموا إلى التحالف الدولي. الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية أعلن الانتهاء من العمليات العسكرية مشيرا إلى عمليات تنشيط تجري للقضاء على الخلايا النائمة إن وجدت وتطهير المدينة من الألغام. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة. مشاهدينا الكرام نشكركم وإلى اللقاء.